أهلا بكم، إليكم آخر مستجدات فاجعة جوكاك. في آخر تطورات الفاجعة التي هزت دوار سوق الخير بالطريق الرابط بين منطقة جوكاك وأسني، علمنا من بعض المصادر أن عامل إقليم الحوز قد حل بمكان وقوع الفاجعة رفقة عدد من المسؤولين والمنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية للإشراف على رحلة البحث عن المفقودين. وكشف بعض المصادر أن المنطقة تعيش استنفارا أمنيا غير مسبوق، تم لحدود اللحظة انتشال 16 جثة في حين لا زال البحث جاريا عن الأشخاص آخرين كانوا داخل سيارة ترانزيت التي جرفتها السيول وغرقت في الأوحال، وعلى متنها نحو 25 راكبا ينحدرون كلهم من منطقة تاليوين بإقليم تالدنت. أضاف ضد المصدر أن الضحايا كانوا قادمين من مدينة الدار البيضاء لقضاء عطلة العيد الأضحى المبارك لدى ذويهم. استنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية والقوى المساعدة.